هادي بادي كرومبي زبادي شالوا حطوا كله يا نهار ابيض ازيكم يا فطار؟ النهارده بقى يا اخواتي جاي لكم تحدي جامد جدا. معظم التعليقات كاتبين على تحدي لا تكسر صندوق الخطا، قلت لا تكسر صندوق الخطا، احنا اول مره نعمل التحدي ده ولكن هو اتعمل كتير قبل كده. المهم بقى ان احنا هنجمع اكتر حاجات حلوه عند الحسين ان الاكس جايبها له وهنخليه يكسرها بايده وان شاء الله بعون الله خليه فشكله النهارده. افرحوا يا بنات. وانا هجيب لك اغلى حاجه عندك واخليك انت كمان تكسرها بايدك. ولا ايه؟ البس بنطلون. حاضر. ها؟ ما انا لابس. ايوه. عيب يا سوري. يلا بينا، مين اللي هيبدا الاول؟ هقول لك. احنا نلعب لعبه حجره ورقه وقص. حجره ورقه ايه؟ مقص. ايه اللعبه دي؟ حجره دي حجره. دي حجره. دي ورقه؟ دي ورقه؟ دي مقص. دي مقص. الورقه بتغطي على الحجره. المهم لو انت كسبت انا اقول لك انت كسبت. حجره ورقه. لا اعمل معايا كده. ازاي؟ كده. كده؟ اه. تمام. حجره ورقه مقص. حجرة ورقة مقص. يا عم غير ايدك. مش بغير براحتي. تاني. حجرة ورقة مقص. اهو انا اللي هقص ايدك. يعني مين اللي هيبدا في الاخر؟ انا اللي هبدا. طب يلا بينا. خد خل عليك. هنخ لف وشك. وشك في الحيطة وظهرك ليا. انا بحط الساعة يا جماعة وقلبي بيتحط مكانها، بس احنا طبعا متفقين اتفاق رجالة ان مفيش حد يضرب التاني. ها خلاص؟ خلاص خلاص. انت عيل بارد. قول لي مكانها فين ومش هضربك بالقلم لمده شهر. لا عشان تحطي قدام الناس. اللي يعجبك يا حبيبي، اللي يعجبك اللي يعجبك. يا رب اصبر يا رب. ونبني كده ما تخافش. اديك 50 جنيه كده. ما تخافش والله يا رب. وربنا ننفخ. هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل يا عم. التعبيط يا عم باظت بقى. انت عارف بكام؟ كام؟ غمى عينيك لو سمحت كويس؟ مرحوم فيك جدا. يلا انت اللي بدات عشان انت هتزعل. يلا ماشي. مفيش دي الكلام ده. يلا داير وشك؟ اه. داير وشك؟ لو بصيت هكسرلك قدام عينك واوجعك. داير وشك يا ابني. وين يا جماعه اخترت الحسين اكتر حاجه هو بيحبها لدرجه انه بياخدها في حضنه كل ليله زي ما انتوا عارفين بقى، يعني جاله هديه من التريبات التي. ايه الحلقه جت؟ ايه الحلقه جت؟ ايه الحلقه جت؟ هي الحلقه هتجيلك فعلا لما تكسرها يا روح مامي. انا سامع صوت على ناحيه الشمال. يلا انا عارف انك بتحط الحاجه في الشمال عشان انت شمال. ما تزودهاش. اضيعت؟ ايوه. سمي الله ويا رب الجاهز ان النبي يا رب يكسرها يا رب يا رب عشان قلبي مكسور على الساعه. هادي بادي كروم زبادي شالوا وحطوا كله على دي بنت العسكر. على فكره والله العظيم عندي حس عليه جدا. يلا الحاجه هنا. الحاجه هنا. الحاجه هنا. بسم الله. انت حظك من السنة. فلوس ابوها حلال. فلوس ابوها حلال. فلوس ابوها حلال والله. لسه قايد. انت قايد انت عايش ازاي؟ لسه شغال. ده ما اتكسرش. انا اللي غلطان ان انا جبت لك حاجه ما اتكسرش. وكسرت له ساعتها. انا متعصب. وات. مش بقول لك فلوس ابوها حلال؟ انا حاولت اكسره مرتين. مش انت جبت لي حاجه الاكس جايبها لي؟ انا هجيب لك حاجه الاكس جايبها لي. انا ما عنديش اكسات. اصبر. انا طول عمري بعلم على حاجه. دار وشك. لازم ادار وشي برضه يا ابني. مش شايف يا ابني. انا عادي ما بشك فيك. بشك فيك وبشك في الحمام. يلا يلا. وده يا جماعه المنهج بتاع حسن اللي بقى اللي عندي بقى لي 10 سنين وما بيشربش غير فيه. وهنا يا جماعه بحط المج لقيته عالي وهيبان، قلت اتصرف. وعايز اقول لكم يا جماعه حسن لو كسره هيتصرف على هيتصرف على نفسه. انا كان عندي مشكله وحليتها. جاهزه؟ ايه ده؟ امسك شكوشك. هم اتنين ولا واحده؟ تعبيط. لا هم واحده بس. لا احنا اتفقنا ان هي تكون حاجه واحده. حسين من عشان يا حسن يقول الاثنين متطابقين، هي في واحد دلوقتي فيهم هتتكسر. يا ابن النصحه ايه رايك؟ بسم الله. بسم الله.
خاطر والله سيبك من الفيديو انا هقصها انا هقصها بجد والله العظيم ما هيحصل عظيم يا حسن انا بقول لك كاخ كاخ صغير اخبط هنا اخبط هنا اسمع مني ما بمسكش ليه اسمع مني اخبط هنا اخبط هنا انا قلت لك اخبط هنا اسمعش كلام الله طبع شوربه على فكره عادي شفت اخري بقيت طبع شوربه يا تافه التحدي ده بتاع رجاله بتاع رجاله بتاع رجاله امال انت قاعد معاه ليه لم 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 ماليش دعوه لم يا عم انت اخلص يا عم لم شوفوا انتوا وصلتوني ليه انت كده زودتها الاخر وما زعلش مني مش هتعرف تعمل حاجة قلت لك قبل كده والله ما تزعل مني انا بحس والله انت بقى زودتها وعشان زودتها وافورت الموضوع انت بقى هتزعل هزعل هتعمل انا هقفلها عليك ميه ونور النهارده غمى عينيك حاضر يلا هتجيب لي المره دي غمى عينيك هتجيب لي ايه يلا بقى قله ادب قله ادب دار وشك لو سمحت خلاص اصبر حاضر هقفلها عليه ميه ونارد يا رب يكسر قول ابهرني خلاص خد امسك الحاجه محطوطه هنا حاسس ان دي هبطانه كده يعني مش بالشكل توكل على الله ممكن ألمس؟ لا أنا خايف ليه؟ أنت عملت إيه؟ أبا هذه ده طلع منه سلوك عمركم شفتوا راوتر من جوه؟ لهوي أهو طب أنا هفتح لك إزاي دلوقتي؟ ده وسليم من بره وبتدغدغ من جوه عايزك بقى تلم أصحابك كده تحت البيت تاني كل يوم وتقعد لي بقى صف كده أنت وأصحابك أنت غشيم يعني التعدد ده أغلى حاجة أنت جبتها لحد دلوقتي أغلى حاجة أنت جبتها إيه ده راوتر ب 340 كيلو بس برضه غالي يعني برضه يعني أنا أغلى حاجة بالنسبة لك حسين يا جماعة هيقعد شهر مش هيفتح نت على فكرة هتصرف أخلي الإكس تشحنني أنت معفن أوي وأخيرا يا جماعة أنا حسيت كده دلوقتي بروح الانتصار اجهز انت بقى غم عينيك غم عينيك الاول هتزعل مني لو حاجه احسن خاليه وحاجه مهمه بالنسبه لي هزعلك يبقى هزعل وده يا جماعه التليفون اللي حسن بينتج عليه انا والله العظيم ما شايف من اللي فيه من وشي ليه تخافش غم وشك بس لف تاني اهو كمل تلفيف تلفيفه يلا يا عم انجز انت ايه يا ابني شيل اقسم بالله العلي العظيم لو خبطتها طيب لا لو حاجه غاليه شيل لا انت بس صح لو حاجه غاليه انا احنا رجاله قد التحدي احنا قلنا اغلى حاجه بس لو حاجه غاليه اوفر شيل انت لما بتوعد حد بتبقى راجل في كلمتك صح صح يا حسين خلاص انت قلت انا الرجاله بتكسر انا تقريبا المره اللي فاتت خبطت هنا فالمره دي هخبط هنا طب عادي بادي كرنب زبادي شاله وحطه كله على دي بنت العسكر جايه تذكر اكلوها الام عز حظك 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 انت بتهزر ده بجد والله والله العظيم كنا نكسر ده والمصحف كنا نكسر انا مستغرب ازاي المره دي ما جاتش يا نهار ابيض بس عايز اقول لك ان دي حاجه انا حرفيا كنت خايف في ناس محتاجه ومحتاجه فلوس ومحتاجه ربع الحاجات دي حرام نتبرع لها بالفلوس احسن انا قلت قدام الناس ان انا اجيب اغلى حاجه عنده انا مش للدرجه دي يا اوفر ده انا لما بجيب حاجه ليك بستخسرها يا جماعه محدش يعمل احنا بنعمله ده غلط والله غمني عينيك طالما انت قلبك جامد كده والله العظيم يا جماعه خليه النهارده يبات بقى يفتكر كل تكسيره كسرها انا قايل لك قبل كده ان انا بشيل مرتب الحاجه والكنافه يلا ها ما خسرتش دار وشك كده حلو ايوه دار وشك لو سمحت دار وشك كمان مش قوي كده
عصبتني بجد. ودي يا جماعه النكس برضه بينال يا معفنه بس ده. ها بجد ما تستغلهاش. انا عندي الاكس في الدنيا كلها. سونا ايه يلا خد الموضوع في ايدنا. لو ضربت بالراحه انا هاخدها اكسرها. فانت كسر بضمير او انت وحظك. طب انا دلوقتي خايف والله والله. ماليش دعوه يلا انا هخبط على طول وقلبي اللي يخطر. يلا 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 بقى. صوت قلب ومفتاح. يلا يا عم يا عم احنا قلنا ما نجيبش حاجات من دي. صوت مين ده؟ علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر. انت جبت الكلام ده علشانك قلت الدنيا حبيبي بس انت تقشر. انت جبت الكلام ده علشانك علشانك ممكن اشرب صبا ما باكلش ولا اشرب. جعانه اشرب جوعان. غم عليه غم. لو غميت مش هلف والله العظيم ولا هلف. انت بارد طفل. الحاجه الجايه دي جامده قوي. اهو يا حسين يلا عشان ابقى واثق. تعبت يا ابني؟ انت متخلف يعني؟ انت تعبت بجد؟ ما انا عشان ابقى واثق. مش الدرجه دي يا حسين. يا عم خلاص بقى انا اتخنقت. علشانك اهد الدنيا او ازعل او اكسر. كسر حياتي بيتي كروم زبادي شال حط كله على دي. روح السوق نجيب برقوق. وعلشان طول عمرها حته حد بدي دي بتخيب معايا فاحنا هنضرب. يا نهار ابيض يا حسين. انت حبيبي انت رايح تحط ايه؟ ايه؟ يا عم انت بتهزر. حسن ما انت حطيت المره اللي فاتت برضه. يا نهار ابيض يا حسين. ما انت حطيت المره اللي فاتت الريحه الحلوه دي. انت حطيت المره اللي فاتت ساعه غاليه. ايه والله فرحان. انا خدت حقي مع انه كسر لي ساعه حلوه بس والله خدت حقي. يا ابني انت مش عارف يا ابني دي حاجه انا بروح بقى مشاوير يا حبيبي. الله عليك حاجه يا ابني انت مش عارف دي حاجه بروح بقى مشاوير. ما انت كسبت لي والمشاوير المهم بستخدم فيها البرفيوم ده. لم لم استسلم احسن لك. يلا لم استسلم يا حبيبي. لم يا عم مش هتستسلم. اوكي بقول له استسلم يا جماعه مش راضي. الله عليك. الله على فكره حاسس كانت خلصت فيها شويه والله صغيرين. ده انا عشان فيها صغيرين والله. عشان دوست على ازازه هي. عيني مال عينك انت بتعمل ازاز يا بابا بتنفخ ازاز. انا بنفخه الورق. لو الفيديو ده وصل 60,000 لايك انا هعمل بارت 2 وانا بكسر له اجمد حاجات عنده. انت استسلمت يعني؟ جبت اخرك؟ ايه؟ خايف يجي لي تاني كمان جوله. بقول لك ايه؟ ايه عايزك في موضوع جوه. ما بجيش في مواضيع مع تعالى. ودي بقى يا جماعه اللقطه اللي ما كنتش هحطها في الفيديو ولكن هحطها عشانكم مش خساره فيكم. اللقطه دي يا جماعه انهارت بسببها والله. يا نهار ابيض انت بتهزر يا حسين؟ ايه انت بتهزر؟ ايه ارض انت جايب دي ليه؟ دي ليه يا حسين تتعامل فيها كده؟ اسف والله يا عم. اسف ايه يا عم؟ على فكره يا عم ده هزار يا عم مش بتاع بجد يا عم. بقول لك ايه؟ يا عم لم الحاجات دي. لم يا عم الحاجات دي بسرعه مش عامل حاجه. لم فيها حبه والله فيها حبه. حبه ايه؟ حبه ايه؟ حبه ايه يا عم؟